عقد ممتاز يعني. طيب يا رجال انا احرص كل حلقه اني اعطي كل واحد منكم فرصه عشان ما حد يزعل علي، هو دائما يزعل علي يقول ما تعطيني فرصه. الا ابو دخير الله يرضى عليك. خلونا نسمع وش عندنا. الا ابو دخير. لا لا بنعطي. ابو دخير. لا. الله يطول عمرك وما يسمع. اما قصه ولا قصيده؟ السامعين. والله عندي قصه العبره من رجال ان شاء الله ما يسمع، كان جار لي من 1421. طيب. طراه الشيخ وتوعظته في رمضان. لا قبل رمضان يطول العمر. رتب اموره ورتب ولد له وكل اللي على اموال وعلى محلات وعياله حاطه كلهم عديته، ولا دخل رمضان عبى له مسجد مويه وتم رجع العامل براتب جامع كبير عنده زي جامع راي فقوا عيوه الماضي، وتوكل على الله من اول ليله في رمضان يقسم رمضان بين المدينه وبين مكه. يا سلام. ولخلص رمضان صام الست ولا يجي عياله الا بعد الله. هذا 7 سنوات هو جار، وتوفى الله يسكنه لأنه هو جميع هذه عبر فرغ نفسه لا جوال ولا أي حاجة لعبادة الله وصوم رمضان. صدق يا شيخ إن علمني أحد العلماء من جيزة من صبيا، لا لا اللي في صام ذاك من صبيا، لكن هذاك الشيخ في صامطة يقول إذا دخل رمضان يخرج عادة القعادة عندنا إلى السرير بالخرق. الكرسي إنه يحطها في المسجد من أول رمضان إلى يوم العيد. لا لا ما يشلها. ما يشلها ويفطر الناس من التمر والأشياء ويجيب القهوة يعتكف يعتكف إلى يجي بصبح العيد ويخرج. قال هذا الشهر لله سبحانه وتعالى. شوف الصبر في المسجد والصلاة وفي ضيافة أكرم الأكرمين سبحانه. الآن بعض ما يحفظ حتى التراويح ما يحضر. يا أخي كم أعطينا الدنيا. لا يستفتي يقول في شيخ يطول. يطول يعني يطول 10 دقائق يبغى واحد يكسر هذا. نعم. والله عبد الله ولا مدري شيخ ولا قطع حتى انا هو استولى كبير قال اي حاجه تجي عندكم لو وفاه ولا شيء لا تكلموني في اي حاجه. صدق. انقطع لله. انقطعت لله. بس والله ان الواجب ان الواحد برضه ما يهمل عياله ولا كذا. في عباده الله في الشهر المبارك. يقوم من الصلاه ولا يبغى لا عندهم عيال كبار. الله بيشوف. سبحان الله. إذا قابلت الله يقول على الطنطاوي يقول إذا بقيت في مجلس الملوك فإنه سوف يقول الله في شوف الله في صلواتهم والله في قضاء حاجاتهم. الله الناس في صلواتهم والله إن الله يحفظ عيالك هناك وإنه يهديهم ويسددهم. وإنك إذا قصرت في حق الله لو تكون بالعصا على رؤوسهم. لا. وبلاش الصيح على رؤوسهم. ما تنفع. ترى كنت يوم تنقطع لله ترى يحفظك في غراتك ويحفظك في أهلك. حفظ الله يحفظك. أيوه. وهذا ششار هو. حتى تجرد العباد الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر ومرة اعتكف 20 يوم من عليه الصلاة والسلام. أحسنت. طيب عندنا قبل الأذان طلب منك لو سمحت.